واصل الرئيس عبد الفتاح السيسي الى العاصمه البلجيكيه بروكسل للمشاركه في الدوره السادسه لقمه المشاركه بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي والتي ستعقد على مدار يومي 17 و18 من فبراير الجاري بمقر الاتحاد الاوروبي. واوضح المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه ان القمه تعقد هذا العام تحت عنوان افريقيا واوروبا قارتان برؤيه مشتركه حتى 2030، وقد عقدت اولى دوراتها في القاهره عام 2000. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لحضور قمة الاتحاد الأوروبي والإفريقي، وذلك لتعزيز أطر الشراكة بينهما ودعم التعاون الاقتصادي ومواجهة جائحة كورونا. حيث تستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل القمة السادسة بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي، ويسعى الاتحاد الأوروبي من خلال القمة إلى دعم التنمية الاجتماعية والإنسانية وقضايا الصحة والتعليم في القارة الإفريقية بهدف تعزيز الاستقرار بالقارة. ولدى وصول سيادته مطار بروكسل الدولي، كان في استقبال سيادته كبار رجال الدولة في بلجيكا وأعضاء السفارة المصرية في بروكسل. وكذا الجالية المصرية.